اللي انا عايزه اتكلم عن الاربعه الكبار، عايزه اتكلم على شناوي وايمن وعمرو السوليه ومعلول. الاربعه الكبار دورهم بعيدا عن الملعب يعني اكيد مهم جدا، بره الملعب مع زمايلهم خاصه الجداد. بالظبط، هو دور اللعيبه الكبار. احنا يمكن لو رجعنا للزمن من اجيالنا احنا كانوا بيقولوا بتعملوا كده، هاني بيفتكر الست الكبار. الست الكبار ايه؟ الست الكبار دول اللي هم واجعين دماغنا بيهم. اتاري الست الكبار دول تقل كبير جدا بشكل كبير في تيم النادي الاهلي. هم اللي بيحدثوا يعني يعني احنا كان عندنا الكابتن حسن حمدي، كان عندنا كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن محمود الخطيب، كابتن صفوت عبد الحليم، وكلهم نجوم لهم باع كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب. والست الكبار دول في الاحداث اللي بتحصل، يعني مثلا يعني ربنا لا يجيب يعني مباراه يحصل فيها اخفاق، تبص تلاقي دور الست الكبار ازاي يلموا الفرقه، ازاي يعني يخرجوا الفرقه من الاجواء اللي هي فيها تشاؤم، ازاي بيحمسوا الفرقه بشكل كبير جدا. يعني تقدر تقولي دور الست الكبار او اللعيبه الخبره دورها زي المدرب داخل الملعب وخارج الملعب. صحيح، يعني بيبقى لهم القياده داخل الملعب وخارج الملعب اكتر من مدرب كمان. صح، وشفناه في امثله كتيره جدا. بالظبط، وده موجود، واحنا اتورثنا هذه يعني الظاهره الجميله وبدات من جيل لجيل، يعني بنسلم من جيل لجيل. فزي ما انت ذكرت يا سهام، الاربعه الكبار دول عليهم دور كبير جدا، وباين من شخصيتهم انه خارج الملعب وداخل الملعب ان هم بيقدروا فعلا يقودوا اللعيبة بشكل كبير، والقيادة من خلاله هو الأول، يعني هو اللي بيلتزم رقم واحد عشان كمان اللعيب زميله يبدأ يحس إن الكابتن هاني كابتن الفرقة أكثر التزام. الكبير اللي بيلتزم طبعا. فالنهاردة القدوة دي خارج وداخل الملعب. وداخل الملعب الكابتن كمان يمكن شفناها، واسترجع مع حضرتك مباراة المقاولين في روح الإصرار والعودة. أنا علي معلول ما شاء الله، يعني تحس انه زي دايما ما بنقول انه معجون النادي الاهلي، ده قيمه كبيره جدا. شكله في الملعب واصراره على احراز الهدف لما الكره كذا كوره جت، حتى هو بيلوم نفسه لما بيعمل اوفر فما بيطلعش مظبوط فبيلوم نفسه، ده بيتنقل طبيعي جدا للعيبه. شفنا دور ايمن اشرف، شفنا دور كمان يمكن يعني غياب بدر بنون شويه كان مؤثر، لكن ياسر ابراهيم خامه طيبه جدا. فده مهم يا كابتن بكره ان يكون عندك هذه النوعيه من اللعيبه في هذه النوعيه من المباريات، لان المباريات خلينا نتكلم بكل امانه بتروح وتيجي، يعني بلغه الكوره في وقت من الاوقات اكيد بيراميدز هيسيطر شويه على المباراه. فوجود العناصر ديت في الاوقات الصعبه داخل المباراه نفسها دورها اهم كمان من المدير الفني. طبعا طبعا، يعني وانا عايز اقول لك يعني ان في مباراه المقاولين واحنا خسرين 2-0، لكن احساسنا ان الاهلي اللي راجع يعني هيعود مره ثانيه. هقول لك ليه يا هاني، لو نرجع بالزمن كده، احنا يمكن على مدار الاجيال، يمكن انا بالنسبه لي سنه 78 لما احنا خسرنا الدوري بكل اعتباري، الزمالك خد الدوري في السنه دي، وفضلنا في الكاس ماشيين مع بعض 16 18 سيمي فاينل وفاينل، مع ان احنا كسبنا 4-2. لو تفتكر احنا كنا خسرين الشوط الاولاني، الشوط الاولاني كان تعادل، وصلنا اول ربع ساعه الشوط الثاني علي خليل جاب جول، وبعدين وصل 3-1 يا كابتن، 4-2 يعني. لا، في الاول كان تقدم نادي الزمالك 2-1، بعدين 2-2، 3-2، بالظبط 4-2. فانا عايز اقول لك ان يعني وخد بالك كمان يمكن جيل ابو تريكه نفس الظروف، حصلت مره مع الاتحاد، حصلت مره افتكر مع سموحه. يعني واضح قوي ان احنا كمان مع التاريخ مش قلقانين، حتى والنادي الاهلي خسران، خسران 2-0 نتيجه، والشوط الاولاني خلص 2-0 نتيجه تقيله، بتلعب فريق المقاولين. لكن في لقطه حتى كمان يعني بين في الاستراحه وبعدين بدانا الشوط الثاني، تخيل يا هاني مصطفى شوبير بيحمس اللعيبه، واقف على الخط بيسلم على ده وبيسلم على ده وبيسلم. بالظبط كده، مصطفى شوبير اللي هو اصغر واحد فمصطفى شوبير شاف الكلام ده فين؟ اكيد شافه بقى من فرقته تحت. بالظبط، من الكبار، ومن تحت، وليد ومتربي عليه، متربي عليه من تحت. برافو عليك. صحيح. فدي بردك من ضمن الحاجات اللي احساسنا احنا كفنيين، لا الاهلي راجع. وبعدين طبعا مستر موسيماني التغييرات الجميله اللي عملها في الشوط الثاني، فكرنا بمانو جوزيه اللي كان بيدفع باثنين مهاجمين وثلاثه مهاجمين، واخد بالك؟ فدي ده اللي عمله في الشوط الثاني. بالظبط، يعني في ثقه من المدرب في لعيبته، ودفع احنا خسرانين
فلما تبقى خسرنا كابتن هاني انت طبعا مدرب كبير، فاضطر عايز تعوض، فعشان تعوض لازم تعوض بمهاجمين. طيب. الحمد لله رب العالمين ان احنا كمان الدكه عندنا دكه كبيره ودكه تقيله، فكل التغييرات اللي نزلت كانت مؤثره بشكل كبير جدا بصراحه.